وأمس تكريما لسمو ولي العهد بحضور صاحب السمو الملكي الأمير ناروهيتو ولي عهد اليابان. حضر حفل الغداء صاحب السمو الملكي الأمير محمد بن سلمان بن عبد العزيز رئيس ديوان سمو ولي العهد المستشار الخاص لسموه ومعالي وزير الدولة عضو مجلس الوزراء الدكتور مساعد العيبان ومعالي وزير الثقافة والإعلام الدكتور عبد العزيز خوجة ومعالي وزير الاقتصاد والتخطيط الدكتور محمد الجاسر ومعالي وزير التجارة والصناعة الدكتور توفيق الربيعة ومعالي وزير الدولة للشؤون الخارجية الدكتور نزار مدني ومعالي نائب رئيس هيئة الأركان العامة الفريق ركن عبد الرحمن البنيان فيما حضره من الجانب الياباني دولة رئيس الوزراء شينزو أبي ومعالي وزير الخارجية فوميو كيشيدا وكبار المسؤولين في الحكومة اليابانية. هذا وقد قام صاحب السمو الملكي الأمير سلمان بن عبد العزيز آل سعود ولي العهد نائب رئيس مجلس الوزراء وزير الدفاع مساء أمس بزيارة دولة السيد شينزو أبي رئيس وزراء اليابان وذلك بديوان مجلس الوزراء الياباني في طوكيو. وكان في استقبال سمو ولي العهد لدى وصوله دولة السيد شينزو أبي وسفير اليابان لدى المملكة جيرو كوديرا وكبار المسؤولين في الحكومة اليابانية. وفور وصول سموه التقطت الصور التذكارية لسمو ولي العهد ورئيس وزراء اليابان. عقب ذلك عقد الجانب السعودي والياباني اجتماعا رحب دولته في بدايته بسمو ولي العهد في اليابان متمنيا لسموه وللوفد المرافق طيب الإقامة مؤكدا متانة العلاقات التاريخية الاستراتيجية في التعاون بين البلدين والشعبين الصديقين. وعبر دولة رئيس وزراء اليابان عن تقديره البالغ لما حظي به من حسن الاستقبال وكرم الضيافة خلال زيارته للمملكة العربية السعودية مؤخرا. من جهته نقل سمو ولي العهد تحياتي وتقدير خادم الحرمين الشريفين الملك عبد الله بن عبد العزيز آل سعود لدولة رئيس وزراء اليابان مؤكدا سموه أن خادم الحرمين الشريفين يولي اهتماما كبيرا بتعميق علاقات التعاون بين البلدين الصديقين. وأوضح سموه أن ما لقيه دولة رئيس وزراء اليابان من حفاوة وتكريم خلال زيارته للمملكة يعتبر واجبا من الضيافة السعودية. وعبر سمو ولي العهد عن سعادته بزيارة اليابان وأكد أنها تأتي استمرارا للتعاون القائم بين البلدين الصديقين. وجرى خلال الاجتماع بحث أفاق التعاون الثنائي بين المملكة واليابان وسبل تطويره وتعزيزه في المجالات كافة بما يخدم مصالح البلدين بالإضافة إلى استعراض مستجدات الأوضاع على الساحتين الإقليمية والدولية وموقف البلدين منها. وعقب الاجتماع وبحضور سمو ولي العهد ودولة رئيس الوزراء الياباني جرت مراسم توقيع 3 اتفاقيات. الأولى مذكرة تفاهم في التعاون بين هيئة الاستثمار السعودية ومركز التعاون الياباني للشرق الأوسط فيما يتعلق بتطوير التعاون في مجال الاستثمار المشترك. وقعها من الجانب السعودي معالي محافظ الهيئة العامة للاستثمار المهندس عبد اللطيف العثمان ومن الجانب الياباني رئيس مركز التعاون الياباني للشرق الأوسط أكودا.
والثانية توقيع عقد إنشاء شركة كمشروع مشترك بين شركة أبو نيان القابضة وشركة توراي للصناعات. وقعها من الجانب السعودي المدير التنفيذي لشركة أبو نيان خالد أبو نيان، ومن الجانب الياباني المدير التنفيذي لشركة توراي للصناعات أكيهيرو نيكاكاكو. والثالثة اتفاقية بين رجال الأعمال السعوديين ورجال الأعمال اليابانيين، وقعها من الجانب السعودي طارق عبد الهادي القحطاني ومن الجانب الياباني السيد سايتو. حضر الاجتماع وتوقيع الاتفاقيات الوفد المرافق لسمو ولي العهد. من جهة ثانية، شرف صاحب السمو الملكي الأمير سلمان بن عبد العزيز آل سعود ولي العهد نائب رئيس مجلس الوزراء وزير الدفاع مساء أمس حفل العشاء الذي أقامه دولة السيد شينزو أبي رئيس وزراء اليابان، وذلك بديوان مجلس الوزراء الياباني في طوكيو. وألقى دولة رئيس وزراء اليابان خلال حفل العشاء كلمة قال فيها: نحن عازمون على بناء عهد جديد حيث يتشارك شعبنا أو شعب البلدين في السعادة والازدهار في المعنى الحقيقي. ثم ألقى سمو ولي العهد بعد ذلك كلمة قال فيها: يسعدني أن الأعوام التي مضت شهدت الكثير من التعاون في مختلف المجالات الصناعية والاستثمارية وغيرها بين البلدين، ونأمل أن تشهد السنوات المقبلة مزيدا من أوجه التعاون المثمر، بما يؤكد على متانة الشراكة بين المملكة العربية السعودية واليابان. ونأمل اليوم أن يبحث الجانبان السعودي والياباني الأجندة التي وضعت أمامنا والتي تتضمن آخر المستجدات على الساحتين الإقليمية والدولية، إضافة إلى بحث آفاق التعاون بين البلدين في مختلف المجالات وسبل دعمها وتعزيزها بما يخدم مصالح البلدين والشعبين الصديقين. حضر حفل العشاء الوفد المرافق لسمو ولي العهد. استقبل صاحب السمو الملكي الأمير سلمان بن عبد العزيز آل سعود ولي العهد نائب رئيس مجلس الوزراء وزير الدفاع بمقر إقامته في طوكيو اليوم معالي وزير الدفاع الياباني إتسونيري أونديرا. وجرى خلال الاستقبال استعراض علاقات التعاون الثنائي بين البلدين وبحث الأمور ذات الاهتمام المشترك. حضر اللقاء صاحب السمو الملكي الأمير محمد بن سلمان بن عبد العزيز رئيس ديوان سمو ولي العهد المستشار الخاص لسموه ومعالي وزير الدولة عضو مجلس الوزراء الدكتور مساعد بن محمد العيبان، ومعالي وزير الثقافة والإعلام الدكتور عبد العزيز بن محي الدين خوجة، ومعالي وزير التجارة والصناعة الدكتور توفيق بن فوزان الربيعة، ومعالي وزير الدولة للشؤون الخارجية الدكتور نزار بن عبيد مدني، ومعالي نائب رئيس هيئة الأركان العامة الفريق ركن عبد الرحمن بن صالح البنيان واللواء ركن محمد حسين العساف، ومدير عام مكتب سمو وزير الدفاع المكلف فهد بن محمد العيسى، وسفير خادم الحرمين الشريفين لدى اليابان عبد العزيز تركستاني، والملحق العسكري السعودي في كوريا واليابان العميد ركن عبد الرحمن الحربي.
كما التقى صاحب السمو الملكي الأمير سلمان بن عبد العزيز آل سعود ولي العهد نائب رئيس مجلس الوزراء وزير الدفاع بمقر إقامته في طوكيو اليوم معالي وزير الاقتصاد والتجارة والصناعة الياباني توميتسو موتيفي والوفد المرافق له. وفي بداية اللقاء أكد سمو العهد متانة العلاقات الاقتصادية بين المملكة واليابان واهتمام المملكة بدعمها واستمرارها، ورحب معاليه من جهته بسمو ولي العهد في زيارته الحالية لليابان موضحا أنها تأتي تأكيدا على ما تتمتع به علاقات البلدين من تطور على جميع المستويات. وجرى خير اللقاء بحث أوجه التعاون بين المملكة واليابان في المجالات الاقتصادية والتجارية والصناعية وسبل تعزيزها وتطويرها. حضر اللقاء صاحب السمو الملكي الأمير محمد بن سلمان بن عبد العزيز رئيس ديوان سمو العهد المستشار الخاص لسموه، ومعالي وزير الدولة عضو مجلس الوزراء الدكتور مساعد محمد العيبان، ومعالي وزير الثقافة والإعلام الدكتور عبد العزيز بن محي الدين خوجة، ومعالي وزير الاقتصاد والتخطيط الدكتور محمد بن سليمان الجاسر، ومعالي وزير التجارة والصناعة الدكتور توفيق بن فوزان الربيعة، ومعالي وزير الدولة للشؤون الخارجية الدكتور نزار بن عبيد مدني، ومعالي نائب رئيس هيئة الأركان العامة الفريق ركن عبد الرحمن بن صالح البنيان، وسفير خادم الحرمين الشريفين لدى اليابان عبد العزيز التركستاني، والسفير الياباني لدى المملكة جيرو كوديرا. كما استقبل صاحب السمو الملكي الأمير سلمان بن عبد العزيز آل سعود ولي العهد نائب رئيس مجلس الوزراء وزير الدفاع في مقر إقامته في طوكيو اليوم سفراء الدول العربية لدى اليابان. ورحب سمو العهد في بداية الاستقبال بالسفراء العربي لدى اليابان متمنيا لهم التوفيق بما يخدم بلدانهم وشعوبهم في هذا البلد الصديق. ونوه سمو الأمير سلمان بن عبد العزيز بما تتميز به العلاقات بين المملكة واليابان، وأكد سمو العهد اهتمام المملكة بالدول العربية مشيرا إلى أن تفاهم الدول العربية مهم جدا لما فيه مصلحة شعوبها. حضر الاستقبال صاحب السمو الملكي الأمير محمد بن سلمان بن عبد العزيز رئيس ديوان سمو العهد المستشار الخاص لسموه، ومعالي وزير الدولة عضو مجلس الوزراء الدكتور مساعد محمد العيبان، ومعالي وزير الثقافة والإعلام الدكتور عبد العزيز بن محي الدين خوجة، ومعالي وزير الاقتصاد والتخطيط الدكتور محمد بن سليمان الجاسر، ومعالي وزير التجارة والصناعة الدكتور توفيق بن فوزان الربيعة، ومعالي وزير الدولة للشؤون الخارجية الدكتور نزار بن عبيد مدني، ومعالي نائب رئيس هيئة الأركان العامة الفريق ركن عبد الرحمن بن صالح البنيان، وسفير خادم الحرمين الشريفين لدى اليابان عبد العزيز التركستاني. من جانب آخر شرف صاحب السمو الملكي الأمير سلمان بن عبد العزيز آل سعود ولي العهد نائب رئيس مجلس الوزراء وزير الدفاع مساء اليوم في مقر إقامته بطوكيو مأدبة العشاء التي أقامها سفير خادم الحرمين الشريفين لدى اليابان عبد العزيز التركستاني تكريما لسموه ولي العهد ومرافقيه. حضر المأدبة صاحب السمو الملكي الأمير محمد بن سلمان بن عبد العزيز رئيس ديوان سمو ولي العهد المستشار الخاص لسموه، ومعالي وزير الدولة عضو مجلس الوزراء الدكتور مساعد محمد العيبان، ومعالي وزير الثقافة والإعلام الدكتور عبد العزيز بن محي الدين خوجة، ومعالي وزير الاقتصاد والتخطيط الدكتور محمد بن سليمان الجاسر، ومعالي وزير التجارة والصناعة الدكتور توفيق بن فوزان الربيعة، ومعالي وزير الدولة للشؤون الخارجية الدكتور نزار بن عبيد مدني، ومعالي نائب رئيس هيئة الأركان العامة الفريق ركن عبد الرحمن بن صالح البنيان، ومعالي وزيرة الدولة في الحكومة اليابانية ميدوري ماتسوشيما، ومعالي وزير التعليم والثقافة والرياضة والعلوم والتكنولوجيا هاكوبين شومورا، وسفراء الدول العربية في طوكيو وأعضاء مجلس النواب الياباني وعدد من رجال الأعمال السعوديين واليابانيين ورؤساء وعدد من الجامعات اليابانية وعدد من المسؤولين اليابانيين. من جهة أخرى اطلع صاحب السمو الملكي الأمير سلمان بن عبد العزيز آل سعود ولي العهد نائب رئيس مجلس الوزراء وزير الدفاع مساء اليوم في مقر إقامته بطوكيو
على عرض عن معرض استثمر في السعودية الذي قدمه معالي محافظ الهيئة العامة للاستثمار المهندس عبد اللطيف العثمان. وبين المحافظ أن المعرض المقام حاليا في طوكيو أبرز مجالات الاستثمار في المملكة والدعم الذي تقدمه حكومة المملكة للمستثمرين المتمثل في نظام الاستثمار المتقدم وحماية حقوق المستثمرين بأنظمة متطورة وتوفير الخدمات الأساسية بأسعار منافسة وغيرها من الميزات الاستثمارية، مؤكدا أن المملكة تعد أكبر سوق في المنطقة وأسرعها نموا وتسعى إلى استقطاب المؤسسات والشركات لخلق استثمارات متكاملة واقتصاد منافس. يوم الجمعة سيزور سمو ولي العهد جامعة واسيد العريقة التي ستمنحه الدكتوراه الفخرية، كما سيزور سموه اتحاد رجال الأعمال، وبذلك ينهي سمو ولي العهد زيارته الرسمية لليابان. للأخبار عبد العزيز العيد، طوكيو. وبعد استراحة قصيرة سجل السمو ولي العهد خلالها كلمة في سجل تشريفات الجامعة، قال فيها: هذا معقل من معاقل العلم، سرني ما شاهدته فيه أجمل الأمنيات، فالعلم هو عماد الأمم وسبب ازدهارها. شكرا لكم. إثر ذلك بدأ حفل تسليم الدكتوراه الفخرية للسمو ولي العهد. استهل الحفل رئيس الجامعة بكلمة عبر فيها عن السعادة والفخر الكبيرين للجامعة ومنسوبيها وهم يقيمون حفل تسليم الدكتوراه الفخرية لسمو ولي العهد في هذا اليوم البهيج، وقال إن صاحب السمو الملكي الأمير سلمان بن عبد العزيز آل سعود معروف بحنكته السياسية وثقافته الثرية وإنجازاته الكبرى التي أسهمت بشكل محوري في تطور المملكة العربية السعودية على الصعيدين الدولي والمحلي، مستعرضا جزءا من سيرة سمو ولي العهد ونشاطاته الخيرية المتعددة. وأوضح أن حصول سمو ولي العهد على عدد كبير من الأوسمة وشهادات الدكتوراه الفخرية يعد اعترافا بجهوده الحثيثة لإغاثة الفقراء ومنكوب الكوارث الطبيعية في أنحاء متفرقة من العالم، وأشار إلى أن مساعي الجامعة في تأهيل الموارد البشرية تتماشى مع استراتيجية صاحب السمو الملكي الأمير سلمان بن عبد العزيز في تطوير الموارد البشرية في المملكة، وهذا دليل على أحقية سموه في نيل الدكتوراه الفخرية من جامعة واسيدا.
بعد ذلك جرت مراسم تسليم شهادة الدكتوراه الفخرية في الحقوق لسمو ولي العهد، حيث تسلم سموه الشهادة والوشاح وسط ترحيب كبير من رئيس الجامعة وأعضاء هيئة التدريس والحاضرين. بعدها ألقى سمو ولي العهد الكلمة التالية: بسم الله الرحمن الرحيم. السيد رئيس الجامعة دكتور كاماتا، السادة الأعضاء هيئة التدريس الجامعة، الأفاضل، أصدقاء الأعزاء، أحييكم تحية طيبة. إنني سعيد بوجودي اليوم في هذه الجامعة المرموقة وسط هذا الجمع المميز من أهل العلم والمعرفة، وفي معهد البحث الجادي ومركز الإلهام والفكر الإبداعي. يسرني الوقوف أمامكم في الجامعة القيادية تاريخ العريق، حيث تميز الذي يضع المعايير العلمية للعمل الأكاديمي المتفوق. وأود أن أنقل لكم تقديري لحسن ضيافتكم لحفاظ الشعب الياباني الصديق، ويشرفني أن أنقل إليكم تحيات خادم الحرمين الشريفين الملك عبد الله عبد العزيز الذي يقدر اليابان وشعبها ويوجهني وحكومته إلى ضرورة تعزيز العلاقات مع طوكيو في كل المجالات. إن السعوديون يشاركونني النظر لليابان باعتبارها تعيش تجربة مثيرة للإعجاب والتقدير. إنها مسيرة ملهمة للكثير من الدول في سعي التنمية والتقدم. إن رسالتنا في المملكة العربية السعودية مستمدة من التعليم الإسلامية، روح التسامح وأداة التفاهم والحوار، وهدفها التصدي للتطرف، وأساسها العمل الفاعل الذي يجذر الخير للشعوب وطموحاتها، وتعميق الحوار بين أتباع الأديان والثقافات. هذا ما جاء في مبادرة الملك عبد الله لحوار الأديان وأتباع الديانات والثقافات وتحقيق المصالح بعدالة ونزاهة وشفافية. أيها الأصدقاء، إن العلم والمعرفة هما الأساس الذي تقوم عليه نهضة الأمم، وهما عماد الاقتصادات الحديثة. وبلادنا تبعد عنكم آلاف الكيلومترات، صحيح إن اقتربنا من بعض البعض بفضل التقنية المدهشة التي كان لكم يدوم في ازدهارها. بالطبع لأنني أدعوكم للاقتراب منا أكثر، الاقتراب من ثقافة الإسلامية والعربية، فلدينا مما نود إدراكم عليه تكتشفوا الكثير من المبادئ والتعليم والقيم والتعاليم والقيم لنشترك فيها معا. نحتاج لمن هم في علمكم وإلى من تكون لفهم ثقافاتنا. فنحن نعاني من تصورات خاطئة تضعنا أحيانا في قوالب جاهزة. نفخر بطلابنا السعوديين الذين يدرسون في معاهد جامعة اليابان، ونشجعهم والآلاف من زملائهم الذين يدرسون خارج المملكة العربية السعودية ضمن برنامج الملك عبد الله للدراسة في الخارج. قد أعددناهم ليكونوا نافذتنا على العالم وسفرانا تخيم بلادنا بصورة حقيقية. الحضور الكرام، نحن في الملك العربية السعودية بشر نخطئ ونصيب، لكننا نتمنى الخير
لكل البشر كمان نشد همتنا لتنشد السلام والأمن لها وللعالم، وتساهم في حل الصراعات الدولية، وتحاول مع دول العالم حل مشاكل الفقر والجهل والمرض الازدواج البشرية. إنني أشكركم على منح شهادة الدكتوراه الفخرية من هذا الجامعة العريقة، وهم ما أعتز به، لكني أعتبر هذا تكريما للسعودية كافة. كما أن الحفاوة بي في كل البلدان التي أزورها يحتفون ببلادي المملكة العربية السعودية بقيادة سيد خادم الشريفين الملك عبد الله بن العزيز، بتكريم هذه الشهادة المميزة هي تكريم لكل السعوديين. دمتم بخير وشكرا لكم. عقب ذلك عزف نشيد جامعة واسيدة. ثم تقدم جهاز آلي ليسلم على سمو ولي العهد ويهنئه على منحه شهادة الدكتوراه الفخرية، مقدما لسموه باقة من الورود. بعدها التقط رئيس الجامعة وعمداء الكليات وأعضاء هيئة التدريس في الجامعة الصور التذكارية مع سمو ولي العهد، ثم غادر سمو ولي العهد مقر الحفل مودعا بمثل ما استقبل به من حفاوة وتكريم. وحضر الحفل صاحب السمو الملكي الأمير محمد بن سلمان بن عبد العزيز رئيس ديوان سمو ولي العهد المستشار الخاص لسموه، ومعالي وزير الدولة عضو مجلس الوزراء الدكتور مساعد بن محمد العيبان، ومعالي وزير الثقافة والإعلام الدكتور عبد العزيز بن محي الدين خوجة، ومعالي وزير الاقتصاد والتخطيط الدكتور محمد بن سليمان الجاسر، ومعالي وزير التجارة والصناعة الدكتور توفيق بن فوزان الربيعة، ومعالي وزير الدولة للشؤون الخارجية الدكتور نزار بن عبيد بدني، ومعالي نائب رئيس هيئة الأركان العامة الفريق ركن عبد الرحمن بن صالح البنيان، وعدد من كبار المسؤولين في المملكة واليابان وطلبة الجامعة.
من جهة ثانية، التقى صاحب السمو الملكي الأمير سلمان بن عبد العزيز آل سعود ولي العهد نائب رئيس مجلس الوزراء وزير الدفاع بمقر إقامته في طوكيو أمس عضو البرلمان الياباني ماتشيكو، يرافقه عمدة بلدة نامي وعدد من أطفال البلدة التي تضررت من الزلزال الكبير والتسونامي عام 2011 للميلاد. في بداية اللقاء عبر الجميع لسمو ولي العهد عن شكرهم للمساعدات الإنسانية التي قدمتها المملكة العربية السعودية، وأكد سموه أن ذلك يعد واجبا إنسانيا يلقى اهتماما كبيرا من خادم الحرمين الشريفين الملك عبد الله بن عبد العزيز آل سعود لجميع الدول التي تضررت من الكوارث الطبيعية. وفي نهاية اللقاء التقطت الصور التذكارية مع سمو ولي العهد. كما استقبل صاحب السمو الملكي الأمير سلمان بن عبد العزيز آل سعود ولي العهد نائب رئيس مجلس الوزراء وزير الدفاع بمقر إقامته في طوكيو أمس رئيس المركز الإسلامي في اليابان بالإنابة الدكتور موسى محمد عمر، يرافقه رئيس جمعية مسلمي اليابان أمين توكوماس وعدد من مسؤولي المراكز والجمعيات الإسلامية. وقدم سمو ولي العهد خلال الاستقبال تبرعا ماليا للأوقاف الإسلامية في اليابان بمبلغ $1,000,000، كما قدم سموه لهم قطعة من كسوة الكعبة المشرفة. واطلع سمو ولي العهد خلال الاستقبال على أعمال المركز والجمعيات الإسلامية في اليابان ورؤيتها المستقبلية، مؤكدا اهتمام المملكة بالمؤسسات والمراكز والجمعيات التي تعنى بالإسلام وشؤون المسلمين وتسعى إلى نشر العقيدة الإسلامية السمحة. حضر اللقاءين صاحب السمو الملكي الأمير محمد بن سلمان بن عبد العزيز رئيس ديوان سمو ولي العهد المستشار الخاص لسموه، ومعالي وزير الدولة عضو مجلس الوزراء الدكتور مساعد بن محمد العيبان، ومعالي وزير الثقافة والإعلام الدكتور عبد العزيز بن محي الدين خوجة، ومعالي وزير الاقتصاد والتخطيط الدكتور محمد بن سليمان الجاسر، ومعالي وزير التجارة والصناعة الدكتور توفيق بن فوزان الربيعة، ومعالي وزير الدولة للشؤون الخارجية الدكتور نزار بن عبيد مدني، ومعالي نائب رئيس هيئة الأركان العامة الفريق ركن عبد الرحمن بن صالح البنيان، وسفير خادم الحرمين الشريفين لدى اليابان عبد العزيز تركستاني. هذا وقد شرف صاحب السمو الملكي الأمير سلمان بن عبد العزيز آل سعود ولي العهد نائب رئيس مجلس الوزراء وزير الدفاع مساء أمس حفل العشاء الذي أقامه اتحاد الأعمال الياباني. ولدى وصول سمو ولي العهد مقر الاتحاد في طوكيو كان في استقباله رئيس اتحاد الأعمال الياباني هيروماسا يينوكورا ونائبه. وفور وصول سموه التقطت الصور التذكارية.
بعد ذلك ألقى رئيس اتحاد الأعمال الياباني كلمة رحب فيها بسمو ولي العهد منوها بما حققته إنجازات الشراكة الاستراتيجية بين البلدين من تطور ونمو في شتى المجالات خاصة الاستثمارية. وأشار رئيس اتحاد الأعمال الياباني إلى ما تحظى به العلاقة بين البلدين من اهتمام ورعاية حكومية وتواصل بين الشعبين عزز من الرغبة لدى البلدين في استمرار الإنجازات من جيل إلى جيل. ثم ألقى سمو ولي العهد الكلمة التالية: بسم الله الرحمن الرحيم، السيد رئيس اتحاد المنظمات الاقتصادية اليابانية، الأصدقاء الأفاضل، أحييكم تحية طيبة. بداية أشكركم على هذه الدعوة الكريمة التي أتاحت لنا فرصة الالتقاء بهذا الجمع المتميز من الأصدقاء. لقد كانت سعادتنا بالغة عندما وصلت علاقات الصداقة المتميزة بين بلدينا الصديقين والتي تعود إلى نحو 60 عاما إلى مرحلة الشراكة الشاملة. وشهدت هذه العلاقة خلال هذه الفترة نموا كبيرا في شتى المجالات، وحاليا فإن هذه العلاقات تشهد تطورا مهما للتعاون لما فيه المصلحة المشتركة للبلدين. ويسرني من هذا المنطلق أن أدعو رجال الأعمال اليابانيين إلى زيارة المملكة العربية السعودية التي تقدم الكثير من الحوافز والدعم للاستثمار فيها. لقد عقد مجلس الأعمال السعودي الياباني قبل أيام في مدينتكم الجميلة طوكيو اجتماعها 14، وعلمتم من رجال الأعمال السعوديين أن الاستثمار بين البلدين ينطلق لآفاق واسعة وفي مناخات جديدة بعد التوقيع على اتفاقية تشجيع وحماية الاستثمار بين بلدينا. وأنا سعيد بهذا التطور، فهو يحقق هدفا مهما للبلدين يجعل بيئة الاستثمار جاذبة. كما أرجو أن تكونوا زرتم المعرض الذي أقمناه حاليا في طوكيو تحت عنوان استثمروا في السعودية، بمشاركة 19 جهة مختلفة تقدم الحوافز والفرص للمستثمرين في بلادنا. ولدينا ملحقية تجارية في اليابان تقدم لكم أي تسهيلات تجارية لاستثماراتكم في المملكة العربية السعودية. إن مزايا التعاون التجاري والاقتصادي والعلمي والتقني لا تقتصر على تحقيق العوائد المادية والمنافع المتبادلة من ذلك، بل تحمل في جوانبها انفتاحا ثقافيا وتواصلا إنسانيا. ومن أولويات أهدافنا المتوخاة تهيل شبابنا وشاباتنا لاكتساب العلوم والخبرات النافعة في العديد من الدول، وتأتي اليابان في مقدمتها. الحضور الكرام، قديما قيل الشرق شرق والغرب غرب ولن يلتقيا، وقد كنت أقول منذ زمن إن هذا غير صحيح. مع التقدم التقني والمعرفي التقى الشرق بالغرب، ونحن نأمل في المزيد من التقارب والاستثمارات المشتركة في منطقتنا الواقعة بين الشرق والغرب. حضر الحفلة صاحب السمو الملكي الأمير محمد بن سلمان بن عبد العزيز رئيس ديوان سمو ولي العهد المستشار الخاص لسموه، ومعالي وزير الدولة عضو مجلس الوزراء الدكتور مساعد بن محمد العيبان، ومعالي وزير الثقافة والإعلام الدكتور عبد العزيز بن محي الدين خوجة، ومعالي وزير الاقتصاد والتخطيط الدكتور محمد بن سليمان الجابر، ومعالي وزير التجارة والصناعة الدكتور توفيق بن فوزان الربيعة، ومعالي وزير الدولة للشؤون الخارجية الدكتور نزار بن عبيد مدني، ومعالي نائب رئيس هيئة الأركان العامة الفريق ركن عبد الرحمن بن صالح البنيان، ومعالي رئيس الشؤون الخاصة لسمو ولي العهد الدكتور ماجد بن عبد الله القصبي، وعدد من المسؤولين في الحكومة اليابانية ورجال الأعمال في البلدين. هذا وقد صدر أمس بيان مشترك بمناسبة زيارة صاحب السمو الملكي الأمير سلمان بن عبد العزيز آل سعود ولي العهد نائب رئيس مجلس الوزراء وزير الدفاع إلى اليابان فيما يلي نصه: تلبية لدعوة من دولة السيد شينزو أبي رئيس وزراء اليابان، قام صاحب السمو الملكي الأمير سلمان بن عبد العزيز آل سعود ولي العهد نائب رئيس مجلس الوزراء وزير الدفاع في المملكة العربية السعودية بزيارة رسمية إلى اليابان خلال الفترة من 18 إلى 21 من شهر ربيع الثاني من عام 1435 للهجرة، الموافق من 18 وحتى 21 من فبراير من عام 2014.
وقد قام صاحب السمو الإمبراطورية الأمير ولي عهد اليابان باستقبال صاحب السمو الملكي الأمير سلمان بن عبد العزيز في مطار هانيدا في طوكيو. وقام صاحب الجلالة إمبراطور اليابان حفل غداء في القصر الإمبراطوري على شرف صاحب السمو الملكي الأمير سلمان بن عبد العزيز ولي العهد. وعقد سموه ودولة السيد شينزو أبي رئيس وزراء اليابان اجتماعا في طوكيو في 19 من شهر ربيع الثاني من عام 1435 للهجرة الموافق ل 19 من فبراير من عام 2014 للميلاد. بحث فيه العلاقات الثنائية بين البلدين والمسائل الإقليمية والدولية ذات الاهتمام المشترك. واستذكر الجانبان الزيارة التي قام بها صاحب السمو الإمبراطوري ولي عهد اليابان وحرمه إلى المملكة العربية السعودية في عام 1994 للميلاد، وزيارة خادم الحرمين الشريفين الملك عبد الله بن عبد العزيز إلى اليابان في عام 1998 عندما كان وليا للعهد، وزيارة صاحب السمو الملكي الأمير سلطان بن عبد العزيز رحمه الله لليابان في عام 2006 للميلاد، وزيارة دولة رئيس وزراء اليابان السيد شينزو أبي للمملكة العربية السعودية في العام الماضي، حيث أصدر الجانبان بيانا مشتركا وقررا تعزيز الشراكة الشاملة بين البلدين تجاه الاستقرار والازدهار. وخلال هذه الزيارة إلى اليابان عبر صاحب السمو الملكي الأمير سلمان بن عبد العزيز ودولة السيد شينزو أبي رئيس وزراء اليابان عن تقديرهما للتقدم الملحوظ في العلاقات الثنائية والاقتصادية والثقافية، كما عبرا عن عزم الجانبين على تقوية الشراكة الشاملة في كل المجالات في إطار البيان المشترك الصادر في 30 من أبريل من عام 2013 والاستمرار في البحث والتعاون في مختلف المستويات، وسيتم تعزيز العلاقات الثنائية في المجالات التالية: واحد، التعاون في المجالات السياسية والأمنية، الحوار السياسي والأمني. عربت اليابان عن طموحها لتصبح عضوا دائما في مجلس الأمن وترشيح اليابان للعضوية غير الدائمة لمجلس الأمن خلال الفترة من 2016 إلى 2017. وقرر الجانبان تشجيع تبادل الدبلوماسيين الشباب في الحوار الفكري حول مسائل دبلوماسية يتم تنظيمه من جانب أحد الطرفين. الحوار بين كبار المسؤولين في الوزارات والأجهزة الحكومية المعنية في البلدين، وذلك في أقرب فرصة ممكنة في مجالات مثل المواقف الإقليمية بما في ذلك عملية السلام في الشرق الأوسط وسوريا والأمن البحري وسلامة خطوط الاتصالات البحرية ومحاربة القرصنة وعدم انتشار أسلحة الدمار الشامل ومحاربة الإرهاب والمساعدات الإنسانية والإغاثية عند الكوارث. الحوار الاستراتيجي بين اليابان ودول مجلس التعاون لدول الخليج العربية. تعزيز الحوار الاستراتيجي بين اليابان ودول مجلس التعاون لدول الخليج العربية. تنسيق المساعدات، المزيد من التعاون في تنسيق المساعدات. ثانيا، التعاون والتبادلات العسكرية. عقد مشاورات بين سلطات الدفاع بين البلدين، وذلك في أقرب فرصة ممكنة لبحث سبل تحقيق المزيد من التعاون من التعاون والتبادلات العسكرية الثنائية. ثلاثة، التعاون في المجال الاقتصادي. التعاون في مجال الطاقة. أكد الجانبان على أهمية استقرار سوق النفط للأسواق العالمية عبر الجانب الياباني، أو عبر الجانب الياباني عن تقديره لسياسة النفط المتوازنة التي تنتهجها المملكة العربية السعودية كمصدر آمن يعتمد عليه في إمداد النفط إلى الأسواق العالمية عامة والسوق اليابانية خاصة. وأكد الجانب السعودي التزامه الاستمرار بالإمداد المستقر من النفط إلى السوق اليابانية، كما أكد الجانبان على أهمية المزيد من التعزيز للتعاون الثنائي في مجال الطاقة، والذي يشمل كفاءة الطاقة وتبادل الخبرات في هذا المجال من خلال المشاورات السعودية اليابانية للطاقة بناء على العلاقات الوثيقة بين المملكة العربية السعودية واليابان. استمرار التعاون في التخزين المشترك للبترول. التعاون في مجالات الطاقة التقليدية والطاقة البديلة والمتجددة. المساعدات الفنية اليابانية للمملكة العربية السعودية لتطوير سياستها حول فعالية الطاقة من خلال وسائل مثل إرسال الخبراء وعقد الندوات. التعاون بين القطاعات الخاصة في البلدين. المزيد من التعاون في الاستثمار المتبادل والمفاوضات البناءة المستمرة حول تشجيع البيئة التجارية. التعاون الصناعي.
ويشمل التعاون في الاستثمار الصناعي ونقل التقنية والبنية التحتية من خلال الوزارات والأجهزة ذات العلاقة في البلدين. إبرام مذكرة التعاون بين وزارة الاقتصاد والتجارة والصناعة اليابانية ووزارة التجارة والصناعة السعودية، ومشروع نموذجي لتطوير سياسة المملكة العربية السعودية في مجال الشركات الصغيرة والمتوسطة الحجم. البنية التحتية، مشاريع المترو في المملكة العربية السعودية، التعاون في مجال المياه ومياه الصرف الصحي بين وزارة الاقتصاد والتجارة والصناعة اليابانية ووزارة المياه والكهرباء السعودية، تنمية المصادر البشرية، التعاون في تنمية المصادر البشرية، التوصل إلى ترتيبات مناسبة لمكتب الوكالة اليابانية للتعاون الدولي جايكا في الرياض. الصحة، طلب الجانب الياباني من الجانب السعودي بذل المزيد من الجهود لتسهيل القيود المفروضة على واردات المواد الغذائية اليابانية والتي تم حظر استيرادها بعد الزلزال الذي ضرب شمال شرق اليابان في مارس 2011. وأوضح الجانب السعودي أن هذه المسألة مسألة صحية وأنه سيتم النظر في هذه المسألة بعد أن تقرر هيئة الغذاء والدواء في المملكة أن أسباب الحظر الصحية لم تعد قائمة. 4. الثقافة والتعليم وتبادل الزيارات، تبادل عدد من المناسبات الثقافية في كل من اليابان والمملكة العربية السعودية في 2015 للميلاد، والذي يصادف الاحتفال بالذكرى السنوية 60 لتأسيس العلاقات الدبلوماسية بين البلدين. رياضة من أجل الغد لتشجيع الحركة الأولمبية عالميا بما في ذلك المملكة العربية السعودية. التعاون في مجال العلوم والتقنية، المزيد من التشجيع لتبادل الزيارات بين الشباب في البلدين. التعاون في مجال التعليم والتعليم العالي، رحب الجانبان بالنشاطات المستمرة المقامة في إطار مبادرة خادم الحرمين الشريفين الملك عبد الله بن عبد العزيز آل سعود للحوار بين أتباع الأديان والحضارات والثقافات، كما رحبا بنشاطات مركز الملك عبد الله بن عبد العزيز العالمي للحوار بين أتباع الأديان والثقافات في فيينا، كما أعاد تأكيد على أهمية المشاورات السياسية المستمرة بين المملكة العربية السعودية واليابان عبر وزارتي الخارجية في البلدين. وقررا أيضا الاستمرار في تشجيع العلاقات بين الشباب في البلدين، واتفق الجانبان على تشجيع التعاون في العلوم ونقل التقنية من أجل تنويع الصناعات وتطوير البنية التحتية، كما عدا تأكيد على أهمية تبادل الخبرات والبرامج الخاصة بتنمية المصادر البشرية بين البلدين وتكثيف التعاون بين الجامعات ومراكز الأبحاث، وكذلك تعزيز التعاون في مجال الاقتصاديات المبنية على أساس المعرفة. عاد الجانبان التأكيد على التزامهما بسلام عادل ودائم وشامل في الشرق الأوسط طبقا لمبادرة السلام العربية وقرارات الأمم المتحدة ذات الصلة، مشددين على الحاجة لتوحيد الجهود الدولية لدفع عملية السلام إلى الأمام تجاه حل الدولتين الهادف إلى قيام دولة فلسطينية ذات سيادة ومستقلة وموحدة وقابلة للحياة. عبر الجانبان عن قلقهما العميق تجاه تطورات الأحداث في سوريا واستمرار سفك دماء الأبرياء، وأكد أن النظام السوري يجب أن يحمل مسؤولية هذا الوضع. وفي هذا الصدد عبر الجانبان أيضا عن قلقهما وخيبة أملهما لفشل مؤتمر جنيف 2 في تحقيق النتائج المتوخاة والذي يجب أن يتحمل مسؤوليته النظام السوري، وعدا التأكيد على الالتزام بالبحث عن تسوية سياسية سلمية وعاجلة من خلال التطبيق الكامل لبيان جنيف في 30 يونيو 2012، والمتضمن إنشاء حكومة انتقالية ذات صلاحيات تنفيذية كاملة، كما أوضح أهمية الاستمرار في تقديم المساعدات الإنسانية وأعمال الإغاثة للاجئين السوريين وتشجيع الحكومات والمنظمات لتقديم المزيد من الدعم إلى السوريين في داخل سوريا وخارجها. وقد أعرب صاحب السمو الملكي الأمير سلمان بن عبد العزيز عن شكره وتقديره لجلالة الإمبراطور وولي العهد ولرئيس الوزراء والحكومة والشعب الياباني على ما لقيه سموه من حرارة الاستقبال وكرم الضيافة في أثناء الزيارة.